تعلمي العربية مع أم نام. أحمر، أزرق، سماوي، برتقالي، وردي، أصفر، كبير، صغير، الأصغر، بروكلي، باذنجان، فجل، فلفل. أحمر، بنفسجي، أخضر، وردي، أصفر، أحمر، بنفسجي، أخضر، وردي، أحمر،
بنفسجي. سماوي. أخضر. وردي. أصفر. أخضر. أصفر. سماوي. وردي. أحمر. سماوي. أخضر. وردي. أصفر. أزرق. أحمر. واحد. واحد تفاح. اثنان. اثنان كرز. ثلاثة. ثلاثة توت. أربعة. أربعة فراولة. خمسة. خمسة كمثرى. ستة. ستة
موزة. سبعة. سبعة بطيخ. ثمانية. ثمانية أناناس. تسعة. تسعة برتقال. عشرة. عشرة عنب. بنفسجي. أسود. أصفر. أخضر. سيارة. سيارة أجرة. سيارة شرطة. شاحنة. تعلموا الأشكال. مثلث. أين نراه؟ في قطعة بيتزا. قبعة احتفال. دائرة. أين نراه؟ في حلوى. في ساعة. مربع. أين نراه؟ في بسكويت. شرائح. واحد. قرش واحد. واحد. اثنان. قنديلان. واحد. اثنان. ثلاثة. ثلاث سمكات أبي سيف.
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع نجمات بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس سمكات ريح. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست سلطعونات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة أفراس بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ثمانية. ثماني سمكات ذهبية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسع سلاحف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. عشرة. عشر قريدسات. أزرق، وردي، أخضر، برتقالي، نجمة، مثلث، مربع. نجمة، مثلث، مربع، سنعثر اليوم على التفاحة مع أم نوم. مرحبا أم نوم، كيف حالك اليوم؟ هل تبحث عن شيء ما؟ إلى أين أنت ذاهب؟ عما تبحث؟
أوه، تفاحة؟ فلنذهب ونتناولها. إلى أين ذهبت؟ هيا فلنتبعها. يوجد الكثير من الحلوى هنا، لا مشكلة من أن تدخل. أجل، أوه، أومنوم يسقط. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ أوه، أومنوم هل أنت بخير؟ انظر، يوجد تفاحة وهي تهرب مجدداً، فلنتبعها. أجل، اركض بسرعة يا أومنوم، يمكنك إمساكها. أوه، كن حذراً. هيا فلتقفز. أجل، يمكنك الإمساك بها. لماذا تتراجع؟ أوه، فهمت الأمر الآن، هذه حركة ذكية. كدت أن تمسك بها. أجل، فلتزحف وتخرج من هنا. هيا بنا. أجل، أين هي؟ إنها فوقك تماماً. أجل، تسلق بحذر أومنوم. الآن اقفز. أوه، لقد ذهبت إلى الأسفل، فلنتبعها إلى هنا. أجل، تمكننا منها، حان وقت تناولها. أوه، لديها يدين وقدمين وبدأت تطاردك أومنوم. اركض بسرعة أومنوم. يا إلهي، أنا سعيد بأنه حلم. هل يمكن أن تكون صالحة للأكل؟ فلتلمسها لتتأكد. إنها صالحة. هاي بوب. وداعاً أومنوم. ما ذلك؟ شيء يلعق؟ لا يا أومنوم، إنه صندوق، وإنه مليء بالأزياء التنكرية. عما تبحث يا أومنوم؟ لديك فكرة يا أومنيل؟ نحن الآن في المركز التجاري. أجل، لنتسوق قليلا من أجل الحفل، لنشتري قميصا. قميص. ما الذي يجب على أومنوم شراؤه أيضا؟ ما ذلك؟ بنطال. سيحب أومنوم هذا. أوه، تنورة. يبدو هذا جميلا. هذا لطيف للغاية يا أومنوم، تعجبها القبعة. قبعة. هذا شيء تود شراءه يا أومنوم؟ لنجربه ومن ثم نقرر. أجل، لنشتري الوشاح. وشاح. لنبحث عن المزيد. أوه، يبدو هذا رائعاً، ولكنه مرتفع جداً. لنحاول القفز يا أومنوم. نكاد نصل. تماسك. أوه، لقد سقط. لقد وضعت الصناديق فوق بعضها لتصل إليه. سترة. حصلنا عليها. حان الوقت للاحتفال والرقص. مرحى. أولي. حان وقت حفلة الرقص. هي. مهلا. ما هذا يا أومنوم؟ لنتصور من أجل الذكرى. إلى اللقاء. ما هذا؟ كيف حالك أومنوم؟ أوه يا إلهي، ما كان هذا؟ أحدهم يطلق ألواناً عليهم. حذر أومنوم، اركض أومنوم، اركض. عليك أن تحاذر خطواتك أومنوم. كلا، يبدو أنهم ضربوك باللون الأصفر، فلنزيله بسرعة. حان وقت الاختباء. انتبه جيداً أومنوم. أجل، تستطيع القفز. أجل، تمسك جيداً أومنوم. أوه، ضربوا أومنوم مجدداً، تحول إلى اللون الوردي. هيا أومنوم، فلنحاول مجدداً. أحسنت أومنوم. أجل، تمسك جيداً. أجل، فلنقفز الآن. أوه لا، تلقى ضربة أخرى وتحول إلى اللون الأزرق. ما هذا الآن يا أومنوم؟ يبدو أنها حلوى ملونة، هل ستأكلها؟ أجل، تحول إلى اللون الأخضر مجدداً. ما هذا؟ إنها كرة قدم حمراء، وهذا كرة زرقاء اللون، وهذه أيضاً إنها برتقالية. أوه،
والأخيرة كرة خضراء. ولكن أين أم نوم؟ ماذا لدينا هنا؟ إنها تفاحة. على ماذا تدل يا ترى؟ آه، قد أتى أم نوم. مرحبا أم نوم، أينكم؟ أجل، أنت جائع؟ عليك أن تصل إلى التفاحة. لا أظن أن القفز قد ينجح، فلنحاول استخدام الكرات. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. أصبح لونك أحمر بعد قدمك لها، فلنحاول مجددا. الآن حان وقت التوت الأزرق، إنه لذيذ جدا. فلنباشر الآن يا أم نوم. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. لقد أصبحت أزرق اللون بعد تناولك للتوت. حان وقت البرتقالة، فلتحصل عليها. هل أنت مستعد للقفز يا أم نوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. والآن أصبحت برتقالياً. أوهو. أظن بأنها إجازة. هل تظن بأنك ستحصل عليها؟ هيا فلنبدأ. ألست جائعاً أم نوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. وها قد عدت إلى اللون الأخضر. وداعاً أم نوم. مرحباً أم نوم، كيف حالك اليوم؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أوه انظر، على ماذا تحتوي هذه البيضات؟ ماذا تفعل بها؟ لا أم نوم، لا أعتقد أن القفز عليها أمر صائب. ما رأيك أن نقوم بتلوينها؟ أجل، إنها فرشاة، لنجرب تلوينها باللون الأخضر. برأيك على ماذا سنحصل إن أضفنا الأخضر؟ انظر، انتهينا من طلاء اللون الأخضر. يا إلهي، إنها على وشك أن تفقس. إنه براكلي، رائع. هل ترغب بتناولها أم نوم؟ سنضيف الآن اللون البنفسجي. ما الذي سنحصل عليه يا ترى؟ أوه، انظر، إنها على وشك أن تفقس. ما الذي تحتويه برأيك؟ أوه، انظر، إنها تفقس. إنه باذنجان. أتساءل على ماذا تحتوي التالية. والآن فلنضيف اللون البرتقالي. أجل، كدنا ننتهي. انتهينا، لقد لوناها بالبرتقالي. لنرى إن كانت ستفقس. أوه، ما هذا؟ إنها جزرة. لدينا واحدة أخرى لتلوينها، لنقم بتلوينها. انظر الآن، كدنا ننتهي. لقد لوناها باللون الأحمر بالكامل. برأيك على ماذا سنحصل؟ إنها تفقس. إنها طماطم. أجل، الخضار صحية جدا يا أم نوم. إلى أين تذهب هذه الخضار؟ انظر، ستدخل الخضار إلى الخلاط. أتساءل ما الذي ستفعله بها؟ أوه، فهمت الآن. لقد صنعت العصير من أجل أم نوم. تبدو سعيدا جدا أم نوم. قمت بعمل جيد، أحسنت. مرحبا أم نوم. أوه، ماذا فعل؟ إنه كوز، وهناك الكثير منه. يا إلهي، كم كوز يوجد هنا؟ هيا لنقم بعدها. أتعتقد أنه علينا فعلها أم نوم؟ أوه، إنها حمراء. الكوز الأول أحمر. سيكون لدينا الكثير من المثلجات. وها هي ذا. الكوز الثاني بكرتين من اللون الأزرق. ما الذي تعتقد أننا سنحصل عليه في الثالث؟ لنرى. واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاث كرات باللون البرتقالي. لننتقل إلى الكوز الثاني أم نوم. أوه، يبدو أنه باللون الأصفر. وإنه، واو، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع كرات باللون الأصفر. ما الذي سنحصل عليه في الكوز التالي؟ انظر إلى ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. رائع، خمس كرات باللون الأخضر. الآن لدينا اللون البنفسجي. كرات المثلجات لا تتوقف. على كم كرة سنحصل الآن يا أم نوم؟ لدينا ست كرات، وجميعها باللون البنفسجي. ها نحن مجدداً، هذه المرة باللون الوردي. على كم كرة سنحصل هذه المرة يا أم نوم؟ هل ستكون أكثر من اللون البنفسجي؟ أجل، لدينا سبع كرات وباللون الوردي. لنقم بالأمر مجدداً، هذه المرة بالمزيد من الألوان.
أعتقد بأننا سنتجاوز العدد الوردي. أعتقد أنها ستكون 8 وجميعها باللون البني. أوه، بنكهة الشوكولا. هذا جيد. ما هذا؟ لا أعرف هذا اللون. مهلاً، هل أنا أمنم؟ ما هو هذا اللون؟ وكم عدد الكرات؟ أعتقد أننا سنتجاوز اللون البني. أجل بالفعل، إنها 9 وجميعها بألوان قوس قزح. هذا الكوز الأخير، ولدينا كرات بيضاء وسوداء. انظر إلى ذلك، هناك عدة أكواز. هل يمكننا تناولها جميعها أم نم؟ أوه، سنتجاوز عدد ألوان قوس قزح. إنها 10 كرات وجميعها بيضاء. أم نم، لا تتناولها جميعاً، وداعاً. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.